احزان مولك الدعاء تقدر تخلص فكاتيرك ومشترياتك وتعدل جميع تحويلاتك الماليه من خلال تطبيق بنكيلي. ما احتك اخوتي واخواتي الكرام، ساده الصحفيون، مرحبا بكم في النقطه الصحفيه اليوميه حول جائحه كورونا في بلدنا. ونستهلها كالعاده بعدد الحالات الجديده التي بلغت اليوم 124، من بينها 118 حالة مخالطة، 3 حالات مجتمعية، 3 مستوردة، كما سجلنا ولله الحمد 75 حالة شفاء، ونأسف لفراق 5 أشخاص تغمدهم الله برحمته الواسعة. هكذا وقد بلغ عدد المصابين في بلدنا منذ بداية الجائحة إلى 4149 شخص، من بينهم 3918 مخالطين، و133 حالة مجتمعية، و98 حالة وافدة، كما سجلنا 1419 حالة شفاء، ورحل عنا 126 شخص جراء هذا المرض. ليرحم الله الجميع وليشفي المرضى. بالنسبة للحالات النشطة اليوم فعددها 2604، من بينها 2230 دون أعراض، و360 حالات خفيفة، و14 حالة تتطلب العناية. الفحوصات كان عددها في الساعات 24 الأخيرة 1120، من بينها 136 فحص المتابعة، و987 فحص تشخيص. وهكذا عدد بلغ عدد الفحوص التي تم إجراؤها منذ البداية إلى 39398 فحص، وتتوزع فحوصات الساعات الأخيرة على النحو التالي بين الولايات: 13 فحص من الحوض الشرقي، 7 من الحوض الغربي، 10 من العصابة، 4 من قرقل، 9 من البراكنة، 160 من ترازة، 3 فحوص من أدرار، فحصان من واريبو، 5 من تقانت، 4 من قديماقة، 8 من ترازة، 8 من تير الزمور بالأحرى، 452 من نواكشوط الغربية، 272 من الشمالية، و174 من الجنوبية. وتتوزع الحالات الجديدة على النحو التالي: 4 حالات من الاقصر، حالة واحدة من السبخة، 4 من تفرق زينة، 2 من دار النعيم، 20 من تيارت، 34 من توجونين، 37 من عرفات، 20 من الميناء، وحالتان من الرياض. Chers citoyens, chers journalistes, bienvenue au point de presse quotidien sur la pandémie du Covid dans notre pays. On note aujourd'hui 124 nouveaux cas, dont 118 cas contacts, 3 cas communautaires, 3 importés. On a enregistré également 75 cas de guérison et on déplore le décès de 5 personnes suite à cette maladie. Li yarhamuhumullah al-jami'. Ainsi, le nombre de cas enregistrés dans le pays depuis le début de la crise atteint 4149 cas, dont 3918 étaient des cas contacts, 133 communautaires, 98 cas importés. Nous avons enregistré 1419 guérisons dans les structures de santé et déplorons 126 décès. Quant aux cas actifs, ils sont aujourd'hui au nombre de 2230 sans signes, 360 avec des symptômes légers et 14 nécessitant une surveillance. Les cas enregistrés nouveaux, les nouveaux cas enregistrés se répartissent ainsi qu'il suit.
4 اقصار 1 السبخة 4 تفرق زينة 2 دار نعيم 20 تيارت 34 تجومين 37 عرفات 20 المينا 2 الرياض. السلام عليكم ورحمة الله وإلى غد إن شاء الله. إذن مشاهدينا الكرام تابعتم معنا وقع المؤتمر الصحفي الذي يستعرض الحالة الوبائية لكوفيد 19 على مستوى بلادنا. طبعا مدير الصحة العمومية الدكتور سيدي ولي السحاب تحدث اليوم عن 124 حالة إصابة شديدة، من بينها 118 حالة مخالطة وثلاث حالات مجتمعية وثلاث حالات مستوردة. تحدث كذلك مدير الصحة في عرضه عن شفاء 75 حالة من هذا المرض، وللأسف تسجيل 5 حالات وفاة. نسأل الله الرحمة والغفران لهؤلاء وأن يسكنهم فسيح جناته ويلهم ذويهم الصبر والسلوان. مدير الصحة العمومية قال إن البلاد منذ تسجيل الوباء في بلادنا وحتى منذ بداية الوباء في بلادنا وحتى اليوم تم تسجيل 4149 حالة. كذلك سجلنا منذ بداية الوباء وحتى اليوم ولله الحمد 1419 حالة شفاء. نأسف لمغادرة ولفراق 126 شخص رحلوا جراء هذا الوباء، نتمنى لهم الرحمة والغفران وأن يسكنهم فسيح جناته. منذ بداية الوباء وحتى اليوم تحدث مدير الصحة العمومية عن إجراء 39398 فحصا. اليوم بشكل خاص تحدث عن إجراء 1123 فحص، من بينها 136 فحص للمتابعة و987 فحص للتشخيص، وهو ما أعطى النتائج التي تابعتم، وهي عبارة عن تسجيل 124 حالة إصابة جديدة توزيعها على المقاطعات والولايات تابعتموه معنا مباشرة قبل قليل.